طيب اليوم إن شاء الله بدنا نحكي على موضوع الـ evaluation. تمام، طبعا زي ما حكينا إنه يعني هذه آخر مرحلة تعتبر في تطوير الماشين ترانسليشن سيستم، إنه إحنا نعمل evaluation للسيستم اللي إحنا بنيناه. والغرض من الـ evaluation انه يحكي لي انه قديش الماشين ترانسليشن سيستم هذا قديش انه هو كويس، او بمعنى اخر انا في عندي ماشين ترانسليشن A، ماشين ترانسليشن B. باستخدام الايفالويشن بقدر احدد انه والله هذا الايفالويشن، باستخدام الايفالويشن انه هذا اداؤه افضل من هذا، او الكواليتي تبعته انه افضل من هذا. تمام، انا اقول انه A افضل من B او B افضل من A. طبعا لازم نكون عارفين انه هذه المشكلة مشكلة صعبة. شو سبب الصعوبة؟ انه بالعادة انه في عندي العديد من الترجمات المقبولة، ما فيش طريقة واحدة لترجمة نص معين. فممكن انه تكون الترجمة صحيحة لكن انه الجملة ما بتشبه الجملة. مش انه غير مألوفة. انا يعني استخدمت، يعني حكيتها بطريقة مختلفة مألوفة، ولكن انه النص يعني من ناحية تكست سيميلارتي ما بيشبه الريفرنس مثلا على سبيل المثال. صحيح، وهذا الكلام خليني أقفز هنا. يعني هذه الجملة بالصينية، هذول الترجمات من وين؟ من Human Translators. جملة واحدة بالصيني، شايفين قديش أنا عندي ترجمات؟ هذول من Human Translators. في بعضهم بيستخدم يعني أسلوب معين، يعني على سبيل المثال خلينا نقرأ Iraqi officials are responsible for airport security. Iraq is in charge. هنا Iraqi officials، هنا Iraq، العراق هو في حد ذاته إنه in charge of the security at this airport in particular. يعني هنا عكسها، the security work، أعمال يعني الأعمال المتعلقة بالأمن في هذا المطار is the responsibility of the Iraq government، الحكومة العراقية. بتأدي نفس المعنى، فبالتالي هنا إذا بدنا نرجع إنه في، أنا عندي شغلة اسمها semantic equivalence، إنه المعنى مكافئ، وبدي أشوف برضو السيميلاريتي. تمام، تكافؤ المعنى، تكافؤ المعاني. هذه جملة بسيطة، إنه Iraq is responsible for the airport's security. هنا Iraqi side، الجانب العراقي. عادة هذه شغلات يعني بتصير، هنا استخدم Iraqi government، هنا Iraqi side، هنا Iraqi officials، كلها بتأدي لنفس المعنى. Iraqi side was in charge of the security of this airport، وإلى آخره من الترجمات. تمام؟ طيب، حاجات الـ Evaluation Matrix في إلها أنواع، هنتناولهم واحد واحد. أول نوع Subjective Judgment by Human Evaluators. Subjective يعني إنه هي بتخضع لرأي الشخص، لرأي المترجم نفسه. ممكن رأي المترجم يختلف على رأي المترجم الثاني، والدليل على ذلك السبع ثمان جمل تسع جمل هذول اللي احنا شايفينهم في السلايد هاي. تمام، فبالطريقة الأولى إنه أنا أعمل evaluation للسيستم باستخدام human evaluators اللي هم مترجمين.
بعطيهم انه هاي الاوتبوت تبع السيستم، شوفوا لي ايش ال يعني اعملوا لي تقييم، حنشوف كيف بقيم. النوع الثاني اوتوماتيك. اوتوماتيك معنى ذلك انه هو عبارة عن برنامج حاسوبي او يعني صيغة يعني فورميلا معادلة معينة، تمام، بعملها امبلمنتيشن وب يعني بعطيها الترجمات وبتقدر تقيم لي اياها. الاسلوب الثالث تاسك اورينتد او تاسك بيست ايفالويشن، انه بكون التقييم حسب الايفالويشن. انا بقيموش انه يعني انه هيك يعني انه يعني بقيمه انه حسب وين ما كان بده يستخدم. وين بدك تستخدم الماشين ترانسليشن هذا؟ على سبيل المثال بدي استخدمه عشان انا عندي مكتب ترجمة، فبدل ما المترجمين يترجموا من الصفر بدي استعين بماشين ترانسليشن والمترجمين عندي يعملوا بوست اديت، فبالتالي بدل ما يضلوا 3 ساعات في ترجمة مثلا 10 دوكيومنتس بضلوا 15 دقيقة بالبوست اديتنج. فهذه التاسك بيست، التاسك تبعتهم انه يعملوا بوست اديت، فانا عندي ماشين ترانسليشن اي كمان مرة وترانسليشن بي، ماشين ترانسليشن بي البوست اديت في ترانسليشن في السيستم اي اقل من السيستم بي، فبالتالي هذا افضل من هذا او العكس، تمام، انه عدد البوست اديت انه اقل. او ممكن تكون تاسك تانية زي انه does information come across، انه انا ببحث عن معلومة، هل انا قدرت انه اجلب هذه المعلومة؟ يعني على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال انتم بتعرفوا انه الماشين ترانسليشن تستخدم لمراقبة الأخبار الأجنبية، تمام؟ يعني على سبيل المثال السكر صار مقطوع في المتاجر في روسيا الآن، فأنا بدي أبحث عن، أنا يعني أنا كمهتم بالأخبار الأجنبية في روسيا على سبيل المثال الآن، أنا بدي أبحث إيش هي المنتجات اللي out of stock، اللي مش متواجدة، في نقص في المتاجر، فبعمل ماشين ترانسليشن اي ماشين ترانسليشن بي، اللي بيجيب لي المعلومة أدق هو هذا. يعني انه يعني ايش التاسك؟ التاسك انه انا بدي ابحث عن، بالضبط، انه انا بدي ابحث عن معلومة في الاخبار الاجنبية، فاللي بيجيب لي المعلومة أدق بشكل افضل انه يعني بعتبره افضل، تمام؟ حنيجي له الان هذا الكلام يعني بالتفصيل. طيب قبل ما نحكي في الادوكاسي والفلوينسي بدي اورجيكم هنا يعني قديش انه الامور يعني صعبة في الترجمة، في اخطاء شائعة في الترجمة يعني، وهذه الاخطاء يعني بسبب انه بتصير في ترجمة حرفية بدون الاخذ بعين الاعتبار اللغة الأم كيف إنه بتكون صياغة العبارات فيها. يعني على سبيل المثال إنه العطف بالواو وإهمالها يعني مهملة عندنا في العربية أثناء الترجمة. يعني بالإنجليزي بحكي أنا قرأت رواية كوما مسرحية كوما قصة، هيك إنه أنا بعمل ليستنج بالإنجليش، بحط كوما كوما كوما، تمام؟ الصواب ايش؟ ان انا اقول قرأت رواية ومسرحية وقصة، لازم استخدم واو العطف. الكوما عندنا مش كتير انه هي مستخدمة، عشان انه هذه الكوما مستخدمة انه انا يعني بعمل كونجنكشن انه انا قرأت هاي وهاي وهاي، لكن احنا عندنا الكونجنكشن لازم بحرف الواو، تمام؟ فهذه واحدة من الأخطاء الشائعة للأسف، صارت إنه يعني حتى شائعة عندنا في الكتابة، لما بدي أجي أنا أكتب أصلاً بلغتي الأم إنه أنا ممكن أكتب بالأسلوب هذا بسبب تأثير الكتابة بالإنجليزي، تمام؟ مثال تاني، شوارع ومباني يعني وحدائق المدينة. الصواب إنه أنا أجي أقول شوارع المدينة ومبانيها وحدائقها، يعني هدول شوارع ومباني وحدائق المدينة، يعني هذه عبارة عن يعني انه انا بعمل اضافة، والاضافة هذه مطولة يعني، لكن الاصل انه انا اقول شوارع المدينة وبعدين بستخدم انه ضمير بيعود عليها مبانيها وحدائقها.
هنا في مقابلة له مع الصحافة تحدث الفنان عن فنه. تمام، احنا عادة بالعربي بنبدأ الجملة، يعني هذا الخطأ في الترجمة، نبدأ بالفعل تحدث الفنان عن فنه في مقابلة. بالضبط، تصرف بشكل حسن، تصرف حسنا. تمام، زرعت الأرض من قبل وسام، يعني هذه للأسف يعني ترجمة ركيكة. زرع وسام الأرض خلص يعني، فإلى آخره. ممنوع التدخين، هو الأصل للتدخين ممنوع، إلى آخره من الشغلات هذه. أنا بس بدي أورجيكم يعني إنه كيف إنه الترجمة صعبة. فيدباك، كيف ممكن نترجمها للعربي؟ هي بالعاده الناس بتحكي انه ايش اختبارات الناس او اراء او ارائهم عن شيء، فبقولوا عنه فيدباك. مش تغذية راجعة يعني؟ هي نفس المعنى بالعربي. صح، هي نفس المعنى بالعربي. لا يعني، ما هو تغذية راجعة يعني إنه في تغذية ورجعت بعدين، يعني ما هو عشان هيك إنه الترجمة الحرفية، فعشان هيك إنه ممكن إنه في السياق إنه تكون أصداء، إفادات، توجيهات، نصائح، نقد، تقييم، آراء، انطباعات، تمام، مراجعات، ردود أفعال، وجهات نظر. تمام، فبالتالي إنه استخدام التغذية الراجعة مش كتير. شو تغذية راجعة؟ كيف؟ ما هو جاينا من الإنجليزي. الحشو في الترجمة. عارف حجاوي؟ عارفينه عارف حجاوي؟ التلفزيون العربي تفرجوا عليه، في له مقاطع. كيف؟ التلفزيون العربي على اليوتيوب، مش طالب منك تتفرج على التلفزيون يعني. بيحكي كثير عن اللغة يعني. تمام، ففي عنده شغلات كتير مميزة على اللغة يعني، حتى بيحكي على اللهجات العربية. في عنا حشو كتير في الترجمة، زي على سبيل المثال إنه المبالغ المالية، خلص المبالغ، لأنه المالية هي عبارة عن حشو، المبالغ معروفة هي للمال، مبلغ من المال. الأبيات الشعرية، يعني الشعرية هي عبارة حشو، لأنه السكن الجمع تبعه بيوت. الأبيات للشعر، فقول لي أبيات، أعرف إنه هي أبيات شعرية يعني. كيف؟ ما هو هذه الشغلات، إنه الحشو في الترجمة إنه صارت لغاية لدرجة إنه هي صارت متداولة عنا بشكل كتير كبير، هاي التأثير السلبي لإلها يعني. تمام؟ الأمر الأكثر صعوبة، الأصعب. بالضبط، آه بالضبط. ورشة العمل، ورشة بتكفي، لأنه يميل يعني الناس بتستخدم الترجمة الحرفية، فبدنا ورشة عمل، ورك شوب، شوب وورك. تمام، هاي أخطر حاجة. سوف لن سوف سوف زائدة يعني، يعني لن تفيد المستقبل يعني. لن أذهب، معنى ذلك أنه في لما في الماضي بقول لم أذهب، أنا ما رحتش، أما في المستقبل لن نذهب. ونحن نريد، we want، يعني ليش، إيش لازمية نحن هذه؟ فموجودة عندي في الفعل، نريد. تمام، فهي حشو في الترجمة. ففي أخطاء شائعة كتير يعني، إن أنا بدي أحاول أوضح لكم إنه هل المعنى إنه انتقل ولا لا، وهذه حتبين معانا هنا يعني. أنا بدي أقيس الكواليتي تبعت الماشين ترانسليشن باستخدام تو دايمنشنز، باستخدام بعدين، البعد الأول الأدوكسي، تمام، والبعد الثاني فلوينسي. فلوينسي قديش إنه النص فصيح. فالحشو في الترجمة هذا، أنا هذا عبارة يعني، هذا بركز في البعد الثاني، فلوينسي، يعني ليس من الفصاحة أقول سوف لن أذهب ولا نحن نريد. تمام، هذا البعد الثاني. أما البعد الأول الأدوكسي، معناها الأدوكسي بتعني إنه هل تم نقل المعنى ولا لا. أما الفلوينسي، هل النص في التارجت لانجويج فصيح ولا مش فصيح. تمام،
خلي بالكم احنا وين؟ احنا هنا. Subjective human subjective judgment by a human evaluator. تمام؟ فبدنا نقيسهم بأي يعني ايش المعايير؟ بالتو دايمنشنز هذول الادكسي والفلوانسي. فالادكسي والفلوانسي الهيومن جادجمنت ايش يعني ايش بجيب المترجم؟ ايش بعطي له؟ بعطي له جيفن انه ماشين ترانسليشن اوتبوت، بعطي له الناتج تبع الماشين ترانسليشن، عده جمل. الجمل تبع تيست بارت من الكوربوس. تمام؟ وايش الجيفن كمان؟ بعطي له من ضمن المعطيات السورس. النص في يعني في اللغة الأجنبية أو في الفورين لانجويج. تمام؟ هنا and or reference translation. ركزوا معايا هنا في الـ and والـ or. إيش معنات الكلام هذا؟ إنه يا إما حالتين يا إما ثلاث حالات. الحالة الأولى إنه السورس والريفرنس مع بعض، الحالة الثانية السورس لحال، الحالة الثالثة الريفرنس لحال. يعني أنا كمترجم كيف بدي أقيم؟ أعطيني ناتج الترجمة، تمام؟ يا بتعطيني النص الأصلي في اللغة الأصلية، ما دام أنا بعرف لغتين بعرف إنه الترجمة هذه كويسة ولا مش كويسة، أو تديني ريفرنس ترانسليشن. إيش الريفرنس ترانسليشن؟ خليني أقفز هنا. أو خليني أقفز هنا، يعني هاي سورس، هذا عبارة عن نص بالفرنسية. تمام؟ الريفرنس هو النص بالإنجليزي، يعني الترجمة البيرفكت. هاي معنات الريفرنس، الترجمة البيرفكت بالضبط. تمام؟ سيستم واحد اثنين ثلاثة اللي هو الاوتبوت تبع الماشين ترانسليشن. فأنا ايش بسوي؟ بقارن الاوتبوت تبع الماشين ترانسليشن بالريفرنس. الجملة الأصلية المفروض ينقال فيها كذا 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 كذا، بقارن إنه هل هذا الكلام إنه موجود هنا؟ طب هاي المقصود بالريفرنس. السورس هاي السورس، يبقى شفنا السورس كيف شكله، الجملة في الفورين لانجويج. تمام، وشفنا الريفرنس، فممكن إنه هذا لحال أو هذا لحال أو الاثنين معا، الاثنان معا. تمام، يعني لما بدي مترجم إنه هو يقيم بيكون إنه الاثنين مع يعني موجودة عنده كمان. وإيش المطلوب منه؟ المطلوب منه إنه يعمل أسس للكواليتي تبعت الماشين ترانسليشن أوتبوت، بده يقيم الكواليتي. الكواليتي بناء على إيش؟ بناء على تو متريكس هذول، أديوكاسي والفلونسي. طيب كيف بدنا نقيس الأديوكاسي؟ بسأل هذا السؤال، هل الأوتبوت نقل نفس المعنى في الانبوت؟ بالضبط. هل في معاني مفقودة؟ هاي المعنى الكلام مفقودة قديش؟ هلقيت هنشوف المقياس. يبقى هنا المعنى ممكن انه يكون lost، انفقد المعنى. تمام؟ في بالمناسبة فيلم اسمه Lost in Translation، فقد في الترجمة. أو added، تم إضافة معنى. أو distorted، تم تشويه المعنى. يبقى هنا فقدان أو إضافة أو تشويه المعنى. نعم. أما الـ fluency، is the output good fluent English؟ هل الإنجليز بيستخدموا هذا يعني دارج إن هم يستخدموا هذا يعني الجملة بالطريقة هذه؟ هل هو فصيح الـ output هذا؟ يعني بدي أشوف شغلتين، الـ grammatical correctness والـ idiomatic word choices، استخدام المصطلحات أو الكلمات المناسبة بالإضافة ل إنه الـ grammar صحيح. ايش بدنا نعطي للمترجمين؟ بدنا نعطي سكيلز لايش؟ لهدول التو دايمنشنز، للفلوينسي
وللأديوكسي، والسكيل هذا من 1 لـ5. 5 مدام الأديوكسي عليش بتركز على المعنى، 5 معناها أنه تم نقل كل المعاني، 4 تم نقل معظم المعاني، تمام، نسبة كبيرة، الغالبية العظمى. ماتش كتير من المعاني، يعني ممكن تكون تصل أكثر من النص. little meaning شوية أقل من النص. none ولا حاجة، ما تمش، يعني المعنى لم يتم نقله على الإطلاق. fluency 5. flawless English يعني إنجليزي جح لا غبار عليه، تمام. good English إنجليزية جيدة. non native، شايفين هنا كيف دخل ال non native، إنه الناس اللي بتحكي إنجليزي مكسر بتحكي عنهم non native English speaker أو في عنده accent. non native English disfluent غير فصيح، incomprehensible غير مفهوم على الإطلاق، يعني شكل لي جملة أنا مش فاهم، غير مفهومة. وانا انا ببني يعني ماشين ترانسليشن سيستم، انه الكوربوس اللي انا باخذها بتكون يا اما بريتش او امريكان، او اذا انا بدي اياه انه هو يتعامل مع التنين، فيفترض انه الكوربوس نفسها انه تكون موجوده بالضبط للتريننج. انا بسالك لانه في السكريبتس اللي بنزلهم لأنه أنت بتكتب بالضبط بالضبط، إنه بكون إنه خلاص إنه هذا إله موديل وهذا إله موديل. طيب بناء على هذا الكلام، انه هذا السكيل ايش بدي اسوي؟ بدنا نبني تول عشان نسهل عمل المترجمين. ايش التول هذه؟ بنسميها انوتيشن تول، بيعملوا انوتيشن المترجمين للترجمات. لاحظوا الانوتيشن تول هذه كيف الانترفيس تبعتها. ايوه، بطلب منه انه يعمل جادج لسنتنس، انه يقيم او يحكم جمله. هنا مكتوب انه you have already judged 14 out of 3064 جملة، والجملة بتاخد منه 86 دقيقة، يعني دقيقة وعشرين وخمسة وعشرين دقيقة ونص تقريبا، 86 دقيقة، 86 ثانية، دقيقة ونص تقريبا، تمام. فبالتالي انا يعني شايفين قديش هذه الايفورتس، يعني انه انا مطلوب مني اعمل انوتيشن ل 3000 جمله كل واحده. ايش بدي اسوي؟ بدي اطلع هل المعنى انتقل ولا لا، وهل هو نص فصيح ولا مش فصيح. فهي هذه السكيل تبعها هي هنا، وهي هذه السكيل تبعها هنا. ايش معطى؟ السورس نص بالفرنسي، والريفرنس اللي هو البيرفكت ترانسليشن. يعني annotators طبعا، تمام. هاي اسم الانوتيتور، وعندي هنا محطوط السكيل عشان اذا نسي انه هي يطلع هنا انه تم نقل المعاني كلها، معظم المعاني زي هيك، تمام. بيعلم وبختار انه انوتيت، فهنا عنده هذا الاوتبوت تبع سيستم 1، سيستم 2، سيستم 3، سيستم 4، سيستم 5، مقيم 5 سيستمز. السيستم الاول تقييمه في الادوكسي 5، فلوينسي 5، تمام.
لاحظوا انه هو مش نفس الريفرنس بالضبط. In both countries are rather a necessary laboratory the internal operation of the O. تمام؟ هنا بس الاوردر انه شوية مختلف. وهنا needed وهنا necessary. بس المعنى موجود، تم نقل المعنى والفلونسي انه صحيح. تمام؟ هذه سيئة، مش سيئة يعني انه أسوأ شوي يعني 3، وهذه برضو 3. يعني أسوأ في الحالتين، هذه فلونسي ماشي كجرامر ماشي، بس انه في معاني مفقودة. تمام؟ وهذه برضو سيئة في الحالتين، سواء كانت في الفلونسي أو في الأديوكسي. عليكم السلام. مع انه هنا مستخدم مصطلح تاني، هنا operation وهنا internal working. كيف؟ لا لا، مش يعني المعنى موجود، يعني انه موجود. تمام؟ هنا استخدم functioning، لا في معنى مفقود. الwork غير يعني الwork والoperation اوكي مع بعض، يعني عمليات او اعمال، لكن functioning internal functioning لا. عشان هيك انه هي adequacy انا عندي 3. تمام؟ طيب نشوف هذا المثال. هذا المثال ايش بيقول؟ انه انا في عندي هنا شوفوا مقدار الايفورت. لو انا بدي اعمل يعني الادوكسي والفلوينسي السكيل تبعهم من 1 لـ 5. تمام؟ هي انا عندي السورس، هذه الجملة بالفرنسية. تمام؟ هي الريفرنس. بالضبط، فانتوا بتطلعوا على الريفرنس. تمام؟ بدي أشوف الإنجليزيات تبعتكم كيف. لو أنا بدي أقيم الأديوكسي، الأديوكسي بتركز على المعنى لهذه الجملة. أنس إيه؟ أفير emphasizes شؤون أنس إيه؟ National Security Agency بتأكد على الـ complete lack of debate on intelligence. تمام؟ سيستم واحد إيش حكى؟ The NSA case underscores. هنا عندي affair وهنا case وهنا emphasizes وهنا underscore. في فقد في المعاني ولا ما فيش؟ هل الأفير هي الكيس؟ ايش معناته ايش؟ affair شؤون. شؤون. كيس حالة. الشأن حال، يعني هو جابها من ايش؟ انه هي بترجع لنفس يعني المعنى، انه الشأن او الحال يعني. بس هنا انه انس ايش يعني؟ انس اي افيرز شؤون التابعة للانس اي. تمام؟ وهنا الـ NSA case، هل بزبط انه يقول زي هيك؟ ففي فقد في المعنى ولا ما فيش؟
كمعنى في الجملة. لا أنا بشتغلش كلمة حرفيا، أنا بقول الجملة هذه تمام، عملت لها بريك داون انه يعني صار في فقد للمعاني ولا لا، يعني بمعنى انه لو كانت هذه مش موجودة عندي تمام، وهنا قرأت الجملة هذه، هل في انه انا بفهم المعنى ولا لا، هل في فقد للمعاني ولا لا؟ كيف بده يخطر على بالي انه الكيس الـ NSA case هي عبارة عن شؤون الـ يعني الـ الـ NSA affair، هاي الفكرة في الموضوع، فبالتالي إنه في معنى مفقود، لكن بينما إنه هنا emphasizes و underscores، مع إنه الـ underscores مش كتير يعني مستساغة، لكن إنه ها فهمت إنه في تأكيد نوعا ما، انه انا يعني بقول لكم انه ركزوا لي على هذه الكلمه، هاي والكلمات اللي انا باكد عليها بحط دائما تحتيها خط underscores تمام، لكن الامفيسايز افضل تمام. هنا ايش في عندي برضو استخدم هنا الكيس، لسه انا بحكيش على جرامر، بحكي على معاني انه، وهنا هايلايتس وهنا underlines تمام، هنا underlines برضو زي ال underscores انه زي كأنه انا بعمل حط بخط تحت خط تحت حاجة، والهايلايت ما احنا بدنا نبرز ايش ال complete lack of debate on intelligence تمام. وهنا أنا عندي complete lack وهنا total lack وهنا total absence total absence طيب، وهنا on intelligence intelligence وهنا on piece of information، مش piece of information طيب، فموضوع الـ piece of information هل هي نفس الـ intelligence ولا نفقد إشي؟ طيب، آية لو بدنا نقيم الـ adequacy من 1 لـ 5 قديش بتعطي لسيستم 1 و2 و3؟ سجلي عندك على الورقة ما تقوليش، لأنه أنا بدي أصل لنتيجة إنه أنتم مش هتتفقوا على السكيل هذا تمام؟ قيمي 1 و2 و3 من ناحية الـ adequacy على ضوء الشغلات اللي عملت لها هايلايت هنا في الشرح، يعني إنه يعني إنه المعنى إنه انتقل ولا لا. و مين كمان؟ قيمي واحد قيمي قيمه قيمه أنت كل واحد تقيم سيستم 1 و2 و3 تمام؟ هاي دقيقة ونصف مش عارفين ايش الريفرنس مش فاهمينه. الأديكسي هاي بتركز على نقل المعاني، انه يعني الترجمة نقلت المعاني ولا لا، والسكيل تبعها ايوه من 1 لـ 5، 5 كل المعاني، 4 معظم المعاني تمام؟ يعني أنا بشوف في الجملة كم أنا عندي معنى، 3 4 معاني، نقل تنتين وواحدة راحت، فبقدر أحدد إنه الموست ولا الليتل ولا ماتش ولا إيش بالضبط. أما الفلوينسي إنه أنا بشوف قديش إنه النص هذا فصيح، يعني من ناحية من شغلتين، من ناحية جرامر ومن ناحية استخدام الكلمات المناسبة.
هنا بتيجي انه انا مناسب استخدم كلمة underscore ولا استخدم underline ولا emphasize، تمام؟ فاكيد هاي السكيل تبعها بده يكون، او يعني السكور تبعها بده يكون اعلى من هاي من ناحية استخدام، يعني من ناحية فلوانسي، تمام؟ فقيموا سيستم واحد واثنين وثلاثة من ناحية adequacy وفلوانسي، حطوا رقم عندكم وبدي اسمع منكم الان. مش انا اعطيتكم الجايد لاينز يعني، بس احنا بدنا نصل انه انتم بتتفقوا ولا بتتفقوش يعني. مش معناته ايش؟ جدل. خلصتوا؟ خلاص؟ يا جماعة مش امتحان هذا يعني، حط الرقم اللي انتم شايفينه مناسب وخلاص. لا انتليجنس هذه استخبارات. الثالثة أقل وحدة. طيب في الأديكوسي قديش أعطيتي آية؟ أربعة، هذه أربعة، هيك أبدأ من هنا، أربعة ثلاثة اثنين. طيب وبالنسبة لل فلوانسي فلوانسي ما قيمتيش؟ لا لا، احنا بدنا نبدأ من هنا، ثلاثة أربعة اثنين. فلوانسي يعني استخدام الكلمات المناسبة، تمام، وقديشن والجرامر صحيحة. إجابة
قديش اللي كان صحيح ما ولا فيش قديش إجابة ولا صحيحة، قديش الكلمة المناسبة؟ ما فيش إجابة صحيحة. لا مش قصدي اللي بتقوليش القوانين ما فيش مسائل. شفتي حالك في البيت بتاعك؟ طيب أنا تقييمي بالنسبة للـ adequacy إنه هاي 4، هاي 3، وهذه 2. أو ممكن تكون 3. ليش الأولى أزبط؟ أنا بطبقش، أنا يعني بشوف المعنى، يعني أنا المعنى إنه يعني إنه هنا أنا عندي هنا أندرسكور وهنا هايلايت، هايلايت أقرب للمعنى، تمام؟ هنا توتال لاك وتوتال ابسنس يعني نفس الاشي، ام انتليجنس نفس الاشي، فعشان هيك انه هذه اديتها 4 وهذه، يعني لو انا حطيت انه هذه هذا معنى وهذا معنى والتوتال لاك معنى، تمام؟ الديبيت كله يعني انه شو اسمه والانتليجنس معنى، لانه هو اللي فيه اختلاف، هاي الشغلات اللي فيها اختلاف، تمام؟ هاي انا عندي 4 معاني، بعد قديش المعاني اللي انتقلت بشكل صحيح؟ في واحدة انفقدت بحطش 5، بحط درجة أقل، في تنتين فقدوا فبحط زي هيك. أندرسكور والكيس. صحيح. صحيح. توتال أبسنس يعني أوكي، توتال أبسنس زي توتال كومبليت لاك، يعني انه الغياب الكامل للمجادلات. عشان الكيس. تمام؟ سبجكتيف. كل واحد بيختلف حسب وجهة نظر. يعني أنا بقولش إنه أنا وجهة نظري إنه هذا التقييم الصح، لا. أنا مش مترجم ومش مترجم محكم كمان. خدي شوت لهاي، تمام؟ انه احنا في عنا عدة انواع، في عنا سبجكتيف، في عنا اوتوماتيك، احنا لسه في السبجكتيف، وفي عندي تاسك بيست ايفالويشن. احنا الان بنقيم باستخدام الانوتيتورز، باستخدام الهيومنز، تمام؟ بس الغرض انه انا طلبت منكم انه انتم تقيموا تشوفوا قديش مقدار الايفورتس، يعني احنا وانتم اشتغلتوا ماشين ليرنينج، في الماشين ليرنينج كم سيستم انتو بتاع كم موديل بتعمل؟ ثلاث اربع موديلز صح، وتشوفوا بتقارنوا، وانا عندي الايفالويشن ماتريكس اوتوماتيك بتطلع الاف سكور والاكيوريسي والشغلات. طب تخيلوا انه انا بدي اعمل ثلاث اربع ماشين ترانسليشن سيستمز وبدي اجيب مترجمين، تكلفة في الوقت وبتاخد تكلفة في يعني في الفلوس يعني، وتاخد مجهود كتير كبير ووقت، تمام؟ طبعا هذا مثال ثاني وهذا مثال ثالث، يعني انتم ممكن تطلعوا عليه. نيجي للديس اجريمنت
والديس اجريمنت انتوا شفتوها يعني بيناتكم، يعني انه احنا ما اتفقناش كلنا على واحد بيقول انه الترجمه هذه كويسه، بقول لا مش كويسه، مش بطاله، مش كويسه كثير يعني مش بطاله. واحد بيقول هذه الترجمه ممتازه، بقول لا مش ممتازه، جيده جدا يعني زي هيك. فبالتالي هنا وين بيكون في عندي مشاكل؟ يعني هنا عندي 5 جمل وهدول انوتيتورز. هذا يعني انا عندي انوتيتورز لجمله واحده بغض النظر عن عددهم. هنا ايش بقول؟ 30% فوق ال 30%، 33 او 31 اختاروا ايش؟ 3. وعندي 29 مثلا 4، وعندي 15 5، تمام؟ وقلة قليلة قالوا انه الترجمة هذه يعني انه من ناحية انه ادوكاسي انه كتير يعني انه سيئة. لكن المعظم وين مكومين؟ على 3، بس في نسبة لا بأس فيها انه 2 و3، هذه مشكلة. وهنا نفس الاشي، هنا المشكلة ظاهرة اكتر، هنا انه اغلب الانوتيتورز اختاروا 2، تمام. وفي عندي إيه، لا هذه على فكرة انه مش مشكلة كثير يعني زي هيك يعني. تمام، انه في نوع من الاتفاق، تمام. إيه هذه، لاحظوا انه هذه كيف الشكل تبعها زي هيك زي هيك زي هيك، تمام. هذه برضو ما فيش فيها مشكلة، في نوع من الاتفاق، في تباين في الاتفاق، بس في نوع من الاتفاق. يعني انا في عندي فئة لا بأس بها اختارت انه 2، واللي اختاروا 3 يعني هاي هم قريبين من بعض. ليه؟ لأنه الموضوع سبجكتيف، ما فيش ترجمة، ما فيش طريقة يعني، فيش ترجمة وحيدة لهذه الجملة. فبالتالي إنه هذه شغلة صحية، مش إنه مشكلة، شغلة صحية. ليش؟ ليش؟ لأنه أنا في عندي أغلبية، أنا ممكن أستند عليها، إنه الأغلبية أنا عندي هدول لو جمعت النسبة المئوية تبعتهم بيطلعوا فوق 90%، قالوا بين 4 و5. حتى هذا السيستم الكواليتي تبعته كويسة. لكن هنا الاتفاق انه في رداءة في الكواليتي، تمام. وهنا شايفين انه قلة نادرة اللي بتقول انه والله بيرفكت ترانسليشن او الكواليتي ممتازة 5. تمام، طيب الاجريمنت هذا بدنا نقيسه. كيف بدنا نقيسه؟ باستخدام كوفيشنت اسمه كابا كوفيشنت. الكي بتساوي البروبابيليتي للاي ماينس بروبابيليتي للاي على 1 ماينس بروبابيليتي تبعت الاي. ايش الاي؟ هي عدد المرات اللي بيصير الاتفاق بين الانوتيتورز، عدد المرات اللي بيصير فيه اتفاق بين الانوتيتورز. اما الاي هي عدد المرات اللي بيصير فيها اتفاق بالصدفه. وهنا في هذه الحاله انه الاي عندنا ثابته 1 على 5. ليش؟ لانه عندنا 5 احتمالات. طيب حكيت انا في عندي اختبار لغه صينيه، بعرفش ولا تكه في اللغه الصينيه، والاختبار هو عبارة عن 10 أسئلة true false. قديش احتمال أنجح؟ 50% by chance، تمام؟ لأنه أنا في عندي احتمالين، يعني مرة هذه بختارها true، هذه مرة بختارها false. ممكن لو حطيتهم كلهم صح 50% برضه، تمام؟ بس هذه الاحتمالية متى بتقل؟ إذا زودت عدد الأسئلة. يعني انه 10، انه في احتمال انه انا انجح بالصدفه 50% وانا بعرفش ولا تكه بالصيني. لو زودت الاسئله ل 40 سؤال لا بتقل هذه النسبه انه انا انجح.
لا، الناس طبعا إذا زودت الخيارات بتصير إنه الخيار إنه برضه ربع. يعني أنا عندي اختيار، يعني اختبار من اختيار متعدد، 4 اختيارات، برضه 10 أسئلة، قديش احتمال إنه أنا أنجح؟ بالصدفة 25%. تمام؟ هاجيت النسبة هذه وقتيش بتقل عن 25%؟ إذا زودت الأسئلة عن يعني أكثر من 40 سؤال. الأسئلة لا الأسئلة 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 ليش يعني بتفرق؟ إنه ماشي، ما احنا حسبنا هذه الشغلة، حسبناها هذه الشغلة وحسبناها انه قلنا في يعني 4 خيارات، قلنا انه نسبة انه انا انجح بالصدفة ربع. تمام، بس التربوية انه كيف انه انا يعني اقلل النسبة هذه بانه انا ازود عدد الاسئلة. فلما تكون الاسئلة قليلة فعلا انه هو بكون ربع. أنا بحكي إن النجاح بالصدفة، نجاح بالصدفة. فالنجاح بالصدفة إذا كان عدد الأسئلة قليل إنه بكون إنه قريب من الربع، في حال إنه كان multiple choices 4 خيارات، لكن إذا زادت الأسئلة تمام بتقل هذه النسبة. statistically محسوبة يعني، تمام، بس كيف مش عارف بالضبط كيف، بس إنه كل ما زودت أنا عدد الأسئلة بصير إنه الاحتمال إنه الربع هذا بقل. ونفس الشيء بالنسبة لل true or false، كل ما زودت أنا العدد الاحتمال إنه أنجح بالصدفة 50% بقل عن 50%. تمام؟ طيب نيجي نحسب الأجريمنت بين هدول الأنوتيتورز. إذا كان الأجريمنت عالي معنى ذلك إنه تقييمهم ممكن أعتمد عليه، ليش أنا بدي أحسب الأجريمنت؟ فالإنتر إيفاليويتور أو إنتر أنوتيتور أجريمنت، أنا عندي هنا البروبابيلتي تبعت الـ A بوينت 4 وهنا 38 وهذه بوينت 2 ثابتة اللي هي 1/5. تمام؟ واضحة خلاص. والكي حسب هذا القانون 25 و22، أديوكاسي وفلوانسي. طيب حكيت بدي أدخل بعد ثالث، إيش هو البعد هذا؟ اللي هو إنه أنا أعمل رانكينج للترانسليشنز. هيك أنا بصير بقارن الترجمات مع بعض، بدي أرجع هنا. مش أنا عندي سيستم 1 2 3، مش أنا كنت أقارن بالريفرنس؟ تمام؟ إيش بدي أصير أقارن؟ أقارن هدول الاثنين مع بعض، مين أحسن، سيستم 1 ولا سيستم 2؟ هاي Is translation X better than translation Y؟ وهنا عندي الـ choices قديش؟ better, worse, equal. ترجمة أفضل، X أفضل من Y، X أسوأ من Y، الترجمتين نفس الإشي. تمام؟ وهذا البعد دخلته هيو ثالث، أداني قديش؟ 0.37 يعني كأجريمنت. فبالتالي هنا بالنسبة للدايمنشن الثالث هذا اللي أنا زودته الرانكينج ترانسليشن اللي هو سنتنس رانكينج، صار في أجريمنت أفضل بين الأنوتيتور يعني الكي. لسه بدي أحسن الكونسستنسي، لأنه هذا يعني هذا السكيل، بالمناسبة هذا السكيل إيش بيعني؟ يعني بمعنى انه 25 و22 كويسة ولا مش كويسة؟ في اجريمنت ولا فيش اجريمنت؟ قليلة بناء على ايش؟
ما هو هذا كله سبجكتيف في سبجكتيف. لا، من ماينس واحد لواحد. تمام؟ وفي انا عندي ثلاث تفسيرات للسكيل تبع الاجريمنت. تمام؟ هيو كل واحد الريفرنس تبعه محطوط امامكم على الشاشة. التفسير الأول بيقول إنه صفر أقل من صفر نو أجريمنت، ما فيش توافق بالمرة، ما فيش اتفاق. من صفر لاثنين سلايد، من صفر لأربعة فير، أربعة لستة مودريت، من ستة لثمانية سبستيشنال، من ثمانية لواحد بيرفكت، بيرفكت أجريمنت. أما التفسير الثاني بيقول أي حاجة أقل من 67 هذه ديسكارد، مفيش أجريمنت بالمرة، هذه إكستريم خالص. من 67 ل 8 تنتيتيف، من 8 ل 1 جود. كيف؟ لا هو تقييمه تفسير سبجي، هذه شغله كل الموضوع سبجكتيف في سبجكتيف. اللي بعديه انه اقل من بوينت 4 لو بور اجريمنت، لو اجريمنت، من 4 ل 75 فير او جود، من 75 ل 1 هاي او اكسلنت. تمام؟ فبناء على هذا الكلام يعني نقدر نقول انه الاجريمنت اللي احنا حصلنا عليها قديش قلنا 26 و22 25 و22 يا فير. اذا هذا بدنا يعني هذا بقول فيش اجريمنت يا فير، لا عفوا لو اجريمنت. فعشان هيك احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نحسن الكونسستنسي. للتفسيرات الثلاثة. ما انا بقول لك الثلاث تفسيرات. أكيد طبعا. لا هدول باحثين. ما هو الموضوع سبجكتيف، موضوع سبجكتيف الانتربريتيشن. أنا عندي تفسير وأنت عندك تفسير، فبالتالي إنه عشان هيك إنه إحنا حطيت يعني حطيت لكم كل المراجع إنه التفسير هذا إنه في أجريمنت، الأجريمنت كويسة ولا لا، عشان نعرف انه الموضوع فعلا مثير للجدل، والموضوع تبع هيومن ايفالويشن كتير. ليش مش منطقي؟ احنا لو بدنا نعمل، لانه انا باجي بقول انه هذا اللي في النص انا بستبعده كثير متشائم. تمام؟ ف يعني انه وانا علشان هيك ركزت، احنا حكيت احنا عندنا 25 و22، فحكينا انه يا اما فير يا اما لو فير اجريمنت او لو اجريمنت. وعشان هيك اللي هي هذا يعني اللي انا اللي خلانا بدنا ننتقل للسلايد الثاني اللي بعديها، انه احنا بدنا نحسن الاجريمنت، بدي ارفعها النسبه لانه فير ولو متدنيه. تمام؟ فبدي ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل امبروف للكونسستنسي، الكونسستنسي التناسق، يعني انه يكون في اتفاق بيناتهم اكثر. ايش اسوي؟ بدي حكيت هذا الانترفيس بدي اغيرها. وايش اسوي؟ بدي اقيم الادكسي لحال،
والفلوانسي لحق. لاحظوا انه احنا هنا لما صرنا نشتغل انتو نفسكم صار في خربطة، يعني صار انه يعني تأثر السكور الاول مع الثاني، مع انه ممكن تكون الجملة الجرامر تبعها تمام فيش مشكلة، وبرضه يعني ممكن تكون اختيار المصطلحات ماشي اوكي فيش في مشكلة، لكن المعاني انه ما انتقلتش. وعلى يعني على سبيل المثال انه هاي انا عندي هنا 5 فلوينسي و3 في معاني مفقودة، فعشان انا نفسي ما اتأثرش كأنوتيتور ايش بسوي؟ بقيم هذه لحال، بقيمهم كلهم ال 3000 جملة، وبعدين ال 3000 جملة بروح بقيم الفلوينسي لحال. هذه واحدة من الطرق. الطريقة الثانية احنا ما قيمناش فلوانسي، يعني انا ما قيمتش فلوانسي، بس انتوا التقييمات يعني انتوا برضو ما قيمتوش فلوانسي. فيش غير فيش يعني هاي تقييم لفلوانسي، فيش غير تنتين منكم قيمت الفلوانسي، مش كلكم قيمتوا الفلوانسي، وقلتوا انه 3 4 2. ليش 2 وليش 1؟ انتوا قيمتوا تقييم سيء. انا ما قيمتش بصراحة يعني، بس لانه ممكن انه تتحسن شوية يعني. فهنا صار في تأثير انه خلص الجملة الثالثة سيئة، فحط لها سيئة في كل النواحي تمام. وانتو هيك الجملة هذه مش عجباني فخلص. انتو دارسين تربية؟ طيب هاجيت هنا ليش أقيم هذه لحال وأقيم هذه لحال؟ مين بيدرس هنا؟ هاي 1 2 3 4. ليش مهم جدا إنه أقيم هاي لحال وأقيم هاي لحال؟ حاجات أنا بحكيش على أسئلة الاختيار المتعدد، الاختيار المتعدد هذه فيش فيها يا أبيض يا أسود، أنا بحكي على اختيار على الأسئلة المقالة. حكيت إذا أنا مسكت الورقة تبعت الطالب وصححتها كل الأسئلة تفرق كتير، غير إنه أنا آخذ السؤال 3 مثلا وأصححه لكل الطلاب، وبعدين آخذ سؤال 4 وأصححه لكل الطلاب. أنا نفسي بتأثر كمدرس، كيف بتأثر؟ لانه الطالب هذا في انه نفترض انه انا عندي سؤال 3 وسؤال 4، سؤال 3 ما كانش مظبط فيه. لا، فممكن انه اخذ انطباع زي ما صار انه الجملة هذه لا مش وضعها مش تمام، الطالب هذا مش كتير يعني، فهيك بطلع من بعيد وبحط علامة متدنية هيك وماشي على طول. مشكلة. تمام؟ فعشان هيك انه انا اصحح هذه لحال وهذه لحال يعني بتكون كتير يعني انه فير اكتر. بالضبط بالضبط، يعني انا ممكن اكون انه انا غلطت في سؤال بس السؤال الثاني جاوبته صح، ليش يعني انه انت يعني تاخذني بجريرة السؤال اللي انا غلطت فيه؟ الخيار الثاني لتحسين الكونسيستنسي انه السكيل بدل ما نعمله من 1 لـ5 نعمله من 1 لـ100، بعمل نورماليز للسكورز وبعمل السكيل انا عندي من 1 لـ100. ليش؟ ايش السبب؟ يعني انا بدي شغله انه انالوج، يعني انه
بين الخمسة والأربعة وبين الثلاثة والاثنين في جاب كتير كبيرة، فيعني اديني فرصة ان انا احط شغلة بين الثلاثة والأربعة، بين او بين الأربعة والخمسة، فهذه بتصير انه possible او ممكنة، انه اذا كان السكيل انه من واحد ل 100، تمام، وبعمل normalize للمين والفاريانس للايفالويتورز. الطريقة الثالثة، وركزوا معي كتير كويس في الطريقة الثالثة، هي ايش؟ بدي افحص الباد ايفالويتورز وبدي استبعدهم. كير يعني المترجمين او الانوتيتورز اللي بيقيموا بشكل سيء، مش من انه بيترجموا بشكل سيء، انه هم دائما بيختاروا واحد، لا. كيف؟ حورجيكم كيف الطريقة، هقولكم كيف نكشفهم. وهذه خاصة انه انا لما ألجأ لمنصة زي الامازون ترك، مرت عليكم هذه المنصة؟ هي عبارة عن منصة زي الفريلانسينج بالضبط، بس الوركرز هناك ايش بيشتغلوا؟ بيشتغلوا شغل انوتيشن بشكل عام، ممكن يعملوا انوتيشن لصور، ممكن يعملوا انوتيشن تفريغ صوتي، انه ملف صوتي يروح يفرغوه كتابيا، ممكن انه يقيموا الجملة هذه مقروءة او صعبة، كثير من التاسك، تمام. فانا بديهم التعليمات والوركرز هذول انه بيكونوا مشتركين، فهذول انا ممكن استعين فيهم انه ممكن يكون عندهم خبرة في الترجمة وانه يقيموا الترجمة. كيف بدي اكشفهم؟ بروح بعمل ريبيت للايتمز، يعني بمعنى انه انا اديتك جملة، بدي اشوفك انت بتقيم فعلا عن علم باتباع القواعد ولا مزاجي. اديتك جملة رحت قيمتها مثلا 3 و5 ادوكاسي وفلوانسي، بعد ما مررت 1000 جملة بروح بجيب لك الجملة هذه هي نفسها كمان مرة، بشوفك بتقيم نفس التقييم ولا بتحط شغلة على مزاجك. فهو إذا قيم 4 و5 أو مثلا 1 وكذا، فبقول إنه هذا بيشتغل بطريقة تحذير، قاعد بيعمل كليك هيك وخلص، يعني مش، فهدول الناس بستبعدهم، بيشتغلوش بشكل صحيح، تمام؟ وهذا البايس موجود عند البشر. اسمه تأثير السلسلة. تأثير السلسلة. مش احنا حكينا انه هدول نقيمهم لحال؟ اصحح سؤال 3 كله، وبعدين اصحح سؤال 4 كله، عشان ما تأثرش انا من تصحيح سؤال 3 واصحح بشكل سلبي او بشكل ايجابي سؤال 4. ايش هو تأثير السلسلة؟ يعني برضو المدرسين بيعانوا منه، وانا واحد منهم، انه اول ما اصحح انا بكون قبضها جد على الاخر، بعدين بتخف شوي. فممكن انه يكون هو ستريكت كتير في الترجمة، انه يعني المعاني انه تم نقلها، بعدين بيصير بتخف القيود شوية مع استمرار التسلسل يعني. فهذه مشاكل يعني، فعشان هيك لما بيجي طالب يراجع وانا بدي اطلع له على السؤال هذا لحال، انا فقدت السياق اللي انا كنت لما نصحح فيه السلسلة، فمش عادل ان انا ارجع اعمل له اعادة تقييم مرة تانية، يعني بصير ان انا كل ظلمت كل السلسلة. فبالتالي انه بتصير المراجعة ايش؟ انه انا شغلة مش شايفها، انا ما صلحتهاش، او انا غلطت في الجمع، او انه انا كذا. فعشان هيك يعني وظيفة التدريس والله.
تمام. فهذه انا ممكن اسويها انه انا انكلود ارتفيشالي ديجريدد ترانسليشن، اشوفه انه هل هو فعلا، يعني انا عندي الاصل انه الترجمه هذه يفترض تكون 4، بروح بضيف له انه هذه وبعدل شويه في الترجمه، بنزل من الترجمه من الكواليتي تبعت الترجمه، بشوفه بقيمها اقل ولا لا. فبالتالي هدول انه اذا كان بقيمها نفس التقييم فهذا باد ايفالويتورز، وهدول بستبعدهم عشان الاجريمنت تزداد. انا عندي انكلود ريفرنس الي انا، ريفرنس الي انا، يعني انا لقيت انه انا بحط ريفرنس الي انا عشان اعرف انه والله هذا الايفاليويتور قيم مثلا الجمله 300 تمام، وهو برضه قيم الجمله مثلا اللي هو 1270 تمام بنفس السكيل، فبالتالي اوكي هذا جود. او انه انا اقول انه هدول انه جمله 300 وجمله 1270 انه قيمهم بشكل مختلف وهم نفس الجمله، فبالتالي هذا باد ايفالويتور. او الريفرنس ممكن يكون انه والله الجمله 1270 هي عباره عن artificially degraded translation للجمله 300، فبالتالي انه طبيعي جدا انه هاي التقييم تبعها حيكون اقل من هاي، مش مساوي لها. هاي الريفرنس المقصود فيه. طيب ناخذ الان اهداف ثانيه، يعني او يعني اهداف الايفالويشن متريكس، يعني قبل ما ننتقل على الاوتوماتيك متريكس خلينا نشوف ايش الاهداف. حكيت لما نعمل ايفالويشن متريك الهدف انه يقلل لنا التكلفه، تكلفه التقييم، وايش كمان يكون تيونبل. شفنا في يعني في اللو كوست، يعني شفنا قديش مقدار الهيومن ايفالويشن قديش انه بتاخذ وقت وايفورت، صعبه وفيها بايس وسبجكتيف تمام. ف لما بدي اقطع ايفالويشن معين بدي انا اراعي انه يكون تكلفته قليله، انه انا اقلل الوقت والفلوس اللي بتم انفاقها على هذا الايفالويشن. تيونبل انه يكون انه اقدر اعمل له تيونينج، انه في عيارات انه انا بقدر انه انا اظبطها تمام عشان انا احسن البرفورمانس حسب هذا المتريك. مينينجفول، مينينجفول معنى ذلك انه هو انه يكون له معنى، انه فعلا بيعكس الترانسليشن كواليتي. لما اقول انه والله المتريك هذا بيقول انه والله 0.5 وهذا 0.7، انه معناها انه الكواليتي تبع ال 0.7 افضل من الكواليتي تبعت ال 0.5 بالضبط. كونسيستنت، ثابت، في تناسق. لما اجي اطبق الايفالويشن متريك هذا لازم يعطيني نفس النتائج، بمعنى انه انا السكيل هذا اللي انا وضعته تمام، الادكسي والفلوينسي السكيل هذا اللي احنا حطيناه، لو اجتني انا كانوتيتور لجمله معينه بعطي سكيل معين، اجتني بعد هيك نفس الجمله بعد فتره مفروض اعطي نفس السكيل، لازم نعطي نفس النتائج. انا بحكي نفس النتائج لنفس الجمله مش لجمله مختلفه. ايش كمان؟ كوركت، بيعطيني نتائج صحيحه. انه كيف؟ ايش يعني نفصل السنتنس ونقيم على سنتنس؟ بطريقه معينه او يترجم بطريقه معينه، انه بكون متبع اسلوب في ترجمه كل الباراجراف نفسه، يعني اسلوبه هو ماشي. فانا لما اروح اقسمهم اصلا سنتنس فانا اضعفت الترابط بالاساس،
ما انا اي يعني انا يعني هنا انا عندي انت بتقصدك تحكي على الافيرز، بالبداية كل تمام؟ العناوين أولها يعني. طب ماشي، الافيرز هذه انه هو عبر عنها انه هي كيس وماتر، تمام؟ بدي اقيم هذه الشغله. الان بدي ارجع لكم هنا للترجمه، هذه ترجمات سيستم، بدي ارجع لك هنا للترجمات تبعت هنا عراقي اوفيشالز، عراق عراقي سايد. تمام، عراقي سكيورتي اوفيشالز، عراقي جوفرمنت. هو مستخدم، يعني انا في عندي انتيتي، انا عندي الانتيتي هذه مسؤولة عن شغلة في مكان، تمام؟ فبالتالي انا بدي اشوف الانتيتي هذه تم نقلها بشكل صحيح. عشان هيك انا عملت بريك داون يعني للمعاني، يعني انا عندي المعاني تبعت الجمله، انه انا في عندي انتيتي وفي عندي فيرب معين، يعني تم نقله بشكل صحيح ولا لا، وفي عندي هنا لوكيشن. فكيف بدك انه انت تحددي انه انا في عندي 3 معاني او 4 معاني في الجمله؟ لازم انه تعملي لها بريك داون. يعني اي نعم احنا بنطلع على كل السياق، اذا والله هذه الشغلات كلها موجودة في السياق حلاقيها. بالإضافة لهدول ايش ممكن اطلع؟ سبيد، انا بقيم الماشين ترانسليشن سيستم بالضبط. وي بريفير فاستر ماشين ترانسليشن سيستمز. انا عندي سيستم A بقيم 3 ملي سكند، يعني بيعمل لي ديكود ب 3 ملي سكند، وفي سيستم B بياخد دقيقة ونص عشان يعمل لي ديكود. لا انا بفضل اللي بيعمل ديكود في 3 ملي سكند. السايز، الحجم تبع الميموري، انا بدي اعمل له لود في الذاكرة وخاصة في الهاند هيلد ديفايسز، ف اللي السايز تبعه فيت في الميموري تبعتي في الماشين اللي حيشتغل عليها بيكون افضل. وخاصة انه هلقيت صار في اوف لاين ترانسليتورز، يعني انه ممكن انا انزل الموديل بالكامل بدون اتصال بالانترنت. فبالتالي الموديل هذا لازم يكون فيت للميموري. الانتجريشن، انه انا ممكن انه انا اعمل انتجريشن بشكل يعني سلس في ورك فلو موجود. انا بدي الماشين ترانسليشن سيستم هذا اخده ياخذ التعليقات اللي موجوده على الامازون، على المتجر تبع الامازون، تمام، ويروح يعني يترجم لي اياها في لغه معينه ويروح يصنفها انه بوزيتيف ولا نيجاتيف. هذا هو المقصود في الورك فلو او بايب لاين. فبقدر اعمل يعني انتجريشن له بشكل سلس، تمام. كاستمايزيشن، انا بقدر اخصصه لحسب احتياجات المستخدم، انه هذا بده اياه مثلا ماشين ترانسليشن سيستم يركبه على موبايل ديفايس، او بده اياه في مجال السياحه والسفر، او بده اياه في مجال الرياضه. فالكستمايزيشن والتيونينج انه يكون وارد. فبالتالي هذه معايير اخرى للتقييم ممكن اخذها في عين الاعتبار عشان اقول السيستم A افضل من السيستم B. نيجي للاوتوماتيك ماتريكس. الاوتوماتيك ماتريكس انه الهدف انه يكون في عندي برنامج حاسوب يحسب الكواليتي تبعت الترانسليشن. ايش الميزات؟ لو كوست، حاسوب بتعبش، تمام، تيونبل، ممكن اعدل المعادله تبعت التقييم، كونسيستنت، كل ما طبقه بيعطيني نفس النتائج يفترض لنفس الجمل. فبالتالي ايش المعطيات؟ لاحظوا المعطيات هنا واربطوها ايش كانت المعطيات لما كان في عندي يعني هيومن انوتيتور. ماشين ترانسليشن اوتبوت ايش كمان؟ الريفرنس، لازم يكون في ريفرنس. هو الريفرنس عادة بيكون محطوط من الهيومن، بس قصدي انه يعني جملة الريفرنس هذه لازم تكون موجودة. مش احنا حكينا هنا، بذكر كمان مرة، حكينا انه في
في الهيومن في الهيومن ايفالويشن ايش بده يكون في عندي؟ في عندي الماشين ترانسليشن اوت بوت، السورس او الريفرنس او الاثنان مع. لكن في الاوتوماتيك السورس بيقدر ان هو يعني يتعامل معه؟ لا طبعا. فهو ايش بتطلع؟ بتطلع انه بقارن جمله وجمله بنفس اللغه، فلازم يكون عنده الريفرنس. ما ينفعش الا يكون عنده الريفرنس. تمام؟ الريفرنس هذه از ماست. والتاسك ايش نسوي؟ هذا عبارة عن تو تكست، يعني انه جملتين بدي افحص السيميلاريتي بيناتهم. هل الموضوع بهالبساطة؟ كيف؟ وهيك هيك صار في هيومن ايفالويشن. انا بدي اوتوماتيك مترك، انا باجي بدي اقول انه اقول يعني بدي سيستم ادي له انه هاي الاوتبوت تمام وهي الريفرنس، قارن بين هدول الجملتين، شوف لي اياهم نفس الجمله ولا لا. ما هو عشان هيك انه ما دام احنا حكينا انه الجمله يعني انه في عده ترجمات، فلازم يكون في عندي 5 ريفرنسز. فهذه انه ايش بروح بسوي؟ بروح بحسب يعني السيميلاريتي للريفرنسز كلهم، وباخذ الافرج او باخذ مع افضل واحده منهم اللي بتطابق حسب اللينث. خلينا نشوف. طيب هاي بدنا نحسب اول اوتوماتيك متريك للكلمه يعني لجمله معينه، اللي هو البريسيجن والريكول. مر عليك. ايش البريسيجن والريكول؟ انا عندي هنا السيستم اي وعندي الريفرنس. مر عليك ولا لا؟ ايوه عارفين البريسيجن والريكول. تمام. حقيت ايش بدي افحص؟ بدي افحص المطابقه الكوركت، اللي هو البريسيجن الكوركت على الاوتبوت لينث، الريكول الكوركت على الريفرنس لينث، والاف ميجور اللي هو بريسيجن والريكول مع بعض في المعادله. ايش الكوركت؟ هنا ايراكي ايراكي، هنا اوفيشلز اوفيشلز، هنا ار مش موجوده، responsibility صارت responsible، هنا of or، airport airport، safety security. يبقى المطابقة عندي قديش؟ 3. الباقي كله مش مطابق. عندنا حناخد مترك تاني. تمام؟ فهذا 3 على 6 وهذا 3 على 7، 50% و43% والاف سكور 46. طيب انت زعلان على المطابقه، خلينا ناخذ سيستم A وسيستم B. وسيستم B فيه كل المطابقه، ايوه 100% بريسيجن وريكول واف ميجور. هاي الجملة الكلمة هذه هي موجودة هنا. Officials هي موجودة من هنا. بس تعال اقرأ الجملة هاي. Airport security Iraqi officials are responsible. مطابقين بس احنا مطابقين. صحيح. فبالتالي انه هل المترك هذا، هي المعنى الكلام انه هل المترك هذا correct؟ هاي يعني مش احنا حكينا انه هنا ايش المواصفات تبعته او ايش الاهداف تبعته انه يكون correct وميننجفول، انه فعلا يقول لي انه اللي بيعطيني الرانك انه الاعلى انه يكون انه الكواليتي تبعته احسن. فبالتالي هذا المتريك مش تمام. ايش بدنا نشوف؟ متريك ثاني اسمه وورد ايرور ريت.
هنشوفه في مترك تاني. الورد ايرور ريت هو عبارة عن بدي احسب يعني الايديت ديستانس. الايديت ديستانس مين اخذ تكست مايننج؟ خدتوا الايديت ديستانس؟ طيب الايديت ديستانس باختصار انا عندي اس واحد وعندي اس اثنين، جمله واحد وجمله اثنين. الايديت ديستانس اللي هي ايش خطوات الايديت اللي انا بدي اعملها من جمله واحد عشان تتحول تصير مطابقه لجمله اثنين. عندي جمله واحد وجمله اثنين، تمام، بدي احسب ايش الخطوات اللي او عدد المرات اللي الايديتنج ستيبس اللي بدي اعملها لجمله واحد عشان تصير مطابقه لجمله اثنين. يعني على سبيل المثال انه هي goes to school. وهنا نفس الجملة بس she goes to the school أو to school، أو خلينا نضيف هنا ده. ايش الايديت اللي انا بدي اسويه؟ اني بدي اعمل سبستيتوت لهي بشي عشان هذه تصير زي هاي. وايش بدي اسوي؟ بدي اعمل انسيرت في هذه الجمله. فبالتالي يعني العمليات الايديت اللي انا بدي اسويها يا اما سبستيتوت يا اما انسيرت او ديليت. بدي اضيف كلمه او احذف كلمه او استبدل كلمه بكلمه ثانيه. تمام؟ هنا على سبيل المثال انه هنا سيفتي سيكيورتي، معنى ذلك انه هنا هذه سبستيتوت. تمام؟ زي هيك. فبالتالي انه الماتش الديستانس زيرو. اما هنا كل واحده انه تعتبر ستيب، هي واحد 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 انه كل واحده انه انا بعدها، فبالتالي الورد صحيح. لازم يصير في alignment، لازم يصير في alignment عشان انه هذه الجمله هذه الكلمه انه بده يتم استبدالها بهذه، هذه انه بده يتم اضافتها. فهذه الديستانس اسمها ليفنستاين ديستانس، والورد ايرور ريت هو عباره عن مجموع عمليات السبستيتوشن زائد الانسيرشنز زائد الديليشنز على الريفرنس لينث. خلينا نشوف المثال. ايش بسوي؟ بروح باخد السيستم A، الجملة بعد سيستم A بقارنها بالريفرنس، بدي احولها للريفرنس، والسيستم B بدي اقررها احولها للريفرنس. فهاي سيستم A، هاي سيستم B. لاحظوا انه هذه السيستم وهذا الريفرنس، هذا السيستم، هذه جملة السيستم وهذا الريفرنس. هنا إيراكي إيراكي ماتش، فيش إيديت، زيرو إيديت. أوفيشالز أوفيشالز، زيرو إيديت. وين الريفرنس هيك؟ العمود هو الريفرنس؟ أوكي تمام. الريفرنس فوق، الريفرنس تحت، اوكي تمام. طيب الاوفيشالز اوفيشالز، الان ريسبونسابيلتيز، انا في عندي ار، فهي عندي اول ايديت واحد والايديت متراكم. انا عندي هنا اوف وهنا ريسبونسيبل، هاي الايديت صار اثنين. واحد زائد واحد بتساوي اثنين. تمام؟ ف
فبحسب هذا المسار بهذا الشكل، تمام؟ انه هنا انه اخر اشي انه يعني انه هنا تم استبدال كلمات اوريدي، يعني او انه تم تبديل اماكن كلمات، انه هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. والسيفتي بدها تصير سيكيورتي، هاي صار أربعة بهذا الشكل. وهنا نفس الشغلة، انه انا بحسب الوورد ايرور ريت بهذا الشكل، انه ايش العمليات اللي حيصير فيها تبديل. فهنا بيعطيني انه سيستم A 57، سيستم B 71، مين أفضل؟ إيه؟ هذا ايرور، الأقل اللي بيكون أفضل، تمام؟ فبالتالي السيستم إيه هو الأفضل. هنا صار في إنصاف، بدل ما كان إنه هنا بالمتريك تبع الأف سكور والبريسيجن والريكول إنه سيستم بي هو الأفضل، لا، إنه صار إنه سيستم A هو الأفضل نوعا ما. ناخذ مترك جديد. اوكي.